رغم أن الهدف من إجراءات العزل والحجر الصحي والتباعد الاجتماعي وحظر التجوال كان في الأساس للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، فقد ترتب على ذلك تبعات أخرى غير متوقعة، منها الانخفاض المفاجئ في انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري تزامنا مع إغلاق المصانع وشبكات النقل والشركات، وتراجعت مستويات التلوث إلى نحو 50% في العديد من الدول مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. تغييرات إيجابية طرأت على كوكب الأرض بسبب الوباء، لكن العلماء يحذرون من التسرع في رفع القيود المفروضة على الأنشطة الصناعية والتجارية نظرا للأضرار البيئية والمناخية التي ستخلفها قرارات رفع القيود. تخوفات تضع التعاون الدولي في امتحان حقيقي لإنقاذ البشرية من الأوبئة واتخاذ الإجراءات المطلوبة لحماية البيئة المحيطة بنا. نتساءل اليوم، هل تراجع مستويات التلوث سيدوم بعد انحسار الفيروس؟ وما هي الممارسات الأكثر خطورة على المناخ مع عودة الحياة إلى طبيعتها ومع اتجاه العالم إلى التعايش مع كورونا؟ لماذا يجب أن نقلق من التغيرات المناخية؟ هذه الأسئلة وغيرها نطرحها اليوم على ضيوفنا، طبعا بعد الترحيب بهم وبكم مشاهدينا الأفاضل في برنامج تكافل. أهلا وسهلا بكم جميعا. معنا من لندن عبر السكايب الخبير في المياه والطاقة المتجددة في جامعة سيري البريطانية البروفيسور عادل شريف، ومن الجزائر رئيس جمعية حماية البيئة لبني يزقن الأستاذ محمد إدير، ومن الرباط الخبير في البيئة وتدبير الكوارث الطبيعية السيد لحسن آيت إبراهيم، وأيضا سينضم إلينا لاحقا الفاعل الجمعوي والمختص في شؤون البيئة الأستاذ حسن شواوطة. أهلا وسهلا بجميع ضيوفنا. أبدأ معك أستاذ لحسن آيت إبراهيم الخبير في البيئة وتدبير الكوارث الطبيعية من الرباط، حياك الله، شكرا لانضمامك إلينا. شكرا على الاستضافة. شكرا جزيلا سيدي الكريم. عندما نتحدث عن فيروس كورونا، وكما تابعت بأنه كان هناك جوانب إيجابية على الرغم من ما تسبب به من كارثة إنسانية وإصابة العديد من الناس وللأسف خسارة الكثير من البشر، وكأن الطبيعة تنفست الصعداء، لكن هناك سؤال يراود الذهن حقيقة، هل تراجع مستويات التلوث اللي نشهدها الآن سيدوم بعد انحسار كورونا سيدي الكريم؟ على كل، المهم هو أنه عدد من الدول وعدد من المختبرات بيّنت على أنه في المدة ديال الحجر في عديد من الدول التي التزمت بالحجر فالمعطيات
أكدت على أنه كان هنالك تأثير بالأخص على الهواء، بحيث النسبة ديال سميتو انخفضت بكثير، وبالتالي تحسن الجو في عديد من المدن وفي عديد من المناطق. وهذا يعني طبيعي، لأنه نظرا لأن وسائل التنقل الجوية والبحرية والتنقلات داخل المدن، وهذا هو اللي مهم، لأن هذا كان مؤشر، لأن نظرا للمعطيات التي توصلنا بها بينت على أنه كان هنالك تأثير إيجابي على الهواء وعلى البيئة. نعم الآن بطبيعة الحال مع استئناف الأنشطة في جميع هذه المجالات اللي ذكرنا، الجوية والبحرية والتنقلات داخل المدن إلى آخره، فتدريجيا غادي نعاودوا نوليو المستويات. اللهم إلى حنايا بطبيعة الحال احترمنا الجميع، يعني المقتضيات اللي في القمة ديال كوب 22 كان يجب احترامها، باش نخفوا من هذه المسألة ديال التلوث ديال البيئة بصفة عامة وديال الهواء بصفة خاصة. نعم، عسى أن تكون درس مهم سيدي الكريم. أذهب إلى البروفيسور عادل الشريف من لندن. أستاذنا الكريم، يعني واضح أن هناك تخوفات الآن بسبب إعادة الفتح كما يقال، وتخفيف حظر التجوال، وإعادة عودة الحياة إلى طبيعتها، تخوفات من أنه تعود نسب التلوث إلى الزيادة، وهذا يترتب عليه أضرار بيئية ومناخية، وبالتالي تؤثر على الإنسان، على حياته، على غذائه وأمور أخرى. يعني برأيك، يعني هل البشرية الآن تعلمت درس جديد من كورونا للحفاظ على البيئة، خاصة أن تداعياتها كما يرى علماء كارثية؟ شكرا جزيلا للسؤال. طبعا تجربة كورونا فعلا يعني أعطت درس للبشرية جمعاء، لكنه موضوع الطبيعة كان نتيجة وليس يعني هدف بالنسبة للنتائج اللي ترتبت على هذا المرض. للأسف طبعا هذا التحسن اللي شفناه انه في الطبيعة، ومثل ما تفضلتي تنفست السعداء، راح يكون مؤقت باعتبار انه النشاط الصناعي والنشاط النقل الجوي والنشاط الملوثة للبيئة سوف تعود إلى وضعها الطبيعي. لكنه الدرس اللي ممكن إنه نستفاد من عند البشرية أو للمستقبل، إنه هو يعني تقليل الاعتماد على مصادر الوقود التقليدية واللجوء إلى الطاقة المتجددة لسببين. أولاً، إنه الطاقة المتجددة تمنح معظم الدول، خاصة في حالة توفر مصدر رخيص وغير مقيد بظروف مناخية أو جغرافية، الدول طبعاً راح تلجأ للطاقة المتجددة لأن تعطيها نوع من الاستقلالية أو نوع من السلف ديبندنس أو الاعتماد على الذات، وخاصة الدول اللي فيها طاقات أو مصادر الطاقة المتجددة كأنه الطاقة الشمسية أو طاقة الرياح أو طاقة المياه. طبعا العمل او الخطط الاستراتيجيه سوف تكون اكثر جديه في هذا الجانب، باعتبار انه الدول اللي تعتمد على استيراد الطاقه تعلمت الدرس انه في حاله جائحه مثل جائحه كورونا ممكن تاثر على امدادات الطاقه وبالتالي تتوقف هذه الدول. فالان الفكره الى ايجاد بدائل للطاقه التقليديه وتطوير الطاقات المتجددة أو الطاقات البديلة أكثر بكثير مما كان عليه. كذلك انخفاض سعر النفط باعتبار أنه الطلب قل عليه سرع كثير حتى عن الدول النفطية، وكما ذكر سابقا أنه لا تعتمد على النفط كمصدر أساسي في الاقتصاد الاستراتيجي أو الاقتصاد ما يسمى الاقتصاد الريعي. فحتى الدول المصدرة للنفط أو المنتجة للنفط الآن سوف تبحث عن البدائل وليس تعتمد فقط على النفط في تمويل اقتصادها الوطني. فإذا النتائج حتى لو كانت إنه غير مباشرة هي نتائج إيجابية أو
يعني تمنح فرص للتخطيط الاستراتيجي على المدى البعيد دون الاعتماد على المصادر التقليدية للطاقة اللي بالتحديد هي النفط والغاز والفحم. ففعلا كما ذكرت سابقا رب ضارة نافعة، فأعطت زخم وأعطت تحفيز أكثر للاعتماد على المصادر البديلة للمصادر التقليدية للطاقة. نعم. طبعا كما ذكر الزملاء الآخرين، طبعا راح يكون لها آثار إيجابية كبيرة، والبحث عن مصادر، طبعا أنا عندي جواب للسؤال يمكن لاحقا في البرنامج، أنه المشكلة الآن مع الطاقات المتجددة أو البديلة هي عدم وفرتها في كل مكان وقيودها الزمانية والمكانية، جعل أنه مصادر الطاقة التقليدية هي الأكثر رواجا باعتبار السلعة والحصول عليها. كذلك العالم تعلم أو استفاد من هذه التجربة، أنه أنا ذكرت هذا الكلام سابقا، ليس العلم وحده سوف يحل مشاكل البشرية، لا، لابد من تفعيل الجانب الأخلاقي أو ما يسمى أنه الأثيكس أو المورالز بالنسبة للعمل، لأنه النموذج السائد في الغرب أو في النموذج الرأسمالي، أو كنت أسمعها باستمرار، أنه no ethics or no يعني morals in business. طبعا الآن أصبح الأمر غير ما كان عليه سابقا، الآن لابد أن تدخل أو للأخلاق دور في النموذج الاقتصادي، وطبعا هذا راح ينعكس ايجابيا على البيئه وعلى كل الحياه بكل جوانب. نعم، كلام مهم سيدي الكريم. اذهب الى الجزائر، معي من هناك الاستاذ محمد يدير رئيس جمعيه حمايه البيئه لبني يزقن. اهلا وسهلا بك سيدي الكريم، شكرا لانضمامك الينا. اهلا وسهلا بكم، واشكر على هذه الاستضافه، وبودي ان شاء الله نعطيه إضافة لهذا النقاش. مشكور أستاذ إدير. يعني ضيفنا البروفيسور عادل شريف ذكر مسألة في غاية الأهمية، هو اللجوء إلى الطاقة المتجددة. صحيح أن هناك معوقات لذلك، ولكن يبدو أن العالم يتجه الآن حتى لو بخطى بطيئة، ولكن هناك اتجاه نحو ذلك، نتيجة لأن كل ما يتحرك الآن من حولنا، عمل الشركات، المصانع، كلها تحدث أضرار كبيرة في البيئة المحيطة بنا، وبالتالي أيضا تزيد من نسبة الإصابة بالأوبئة، ليس فقط كورونا، أوبئة أخرى طبعا تعيش معنا وحولنا. السؤال، ما هي برأيك الممارسات الأكثر خطورة على المناخ مع العودة إلى الحياة الطبيعية والاتجاه اتجاه العالم إلى التعايش مع كورونا؟ طبعا كما أشار الأستاذين الكريمين على من قبل، ونعود دائما على المثال الذي نكرره دائما، رب ضارة نافعة. نعم. إذن هذا يجب أن نحول المحنة إلى منحة، وبالتالي يجب علينا أن نستخلص دروس من هذه الجائحة، و نرى أنه التوصيات التي خرجت بها قمم المناخ الماضية وكأنه لم تؤخذ بعين الاعتبار، إلى أن جاءت هذه الجائحة وجعلتنا أمام الأمر الواقع. وبالتالي أرى أنه يجب أن نستخلص الدرس من أنه لازم يجب على الدول المصنعة، الدول الكبرى، أن تنخرط في هذا المسار المناخي الذي يجب الحد من انبعاث المصانع هذو، يجب الانخراط في توصيات هذه القمم المناخية التي تعقد من حين لآخر لكي لا تكون حبر على ورق. نعم،
يعني للأسف العالم لا يهتم كثيرا بهذا الموضوع، بينما يهتم بالصراعات والنزاعات التي تزيد من تلوث البيئة. سيد الكريم، عودة إلى الأستاذ الحسن آية إبراهيم. سيدي، بما أنكم أنتم خبراء في مجال البيئة، نود أن نسمع منكم أكثر، لأنه المشاهد عادة الآن التركيز كله على جائحة كورونا وكيف يمكن مواجهتها والتخلص منها، ولكن دون العودة إلى أسباب انتقال هذه الأوبئة التي من خلال العلماء قالوا أنه أسبابها هو التلوث البيئي، هو التغييرات المناخية أو جزء من الأسباب لنقل. عندما نتحدث عن هذه المسألة سيد الكريم، أود أن أيضا نتحدث عن الجانب الإيجابي للدروس التي تعلمناها من كورونا. يعني هناك دراسة لعلماء الزلازل حول انخفاض الضوضاء الزلزالية تشير أنه هناك انخفاض، يعني نسبة الضوضاء الزلزالية قلت أثناء كورونا، خاصة مع توقف كل شيء عن الحركة، وأيضا هناك اختفاء للاهتزازات الزلزالية الناتجة عن حركة السيارات والقطارات وغيرها من المسببات التي كانت تؤدي إلى تحركات طفيفة في القشرة الأرضية. واضح أنه ليس فقط الهواء أصبح أكثر نقاء، حتى عمق الأرض تنفست. إذا سمحت بعجالة، فبالنسبة للمغرب فيما يخص يعني استعمال الطاقات المتجددة، فهو كان منخرطا وملتزما بطريقة جيدة، نظرا لأنه لم ينتظر ظروف كورونا، بل يعني هذه كانت يعني من السياسات والاستراتيجيات التي انتزها يعني استعملها نهجها المغرب لتحقيق، وعنده أهداف بتوقيت محدد، ألا وهو الاكتفاء ديال 50% فيما يخص الطاقة في غضون يعني 2025-2030. وبالتالي فهذا يعني اولا يعني عنده واحد الصدى على الصعيد الافريقي وعلى الصعيد العالمي، وثانيا المغرب من الدول اللي ملتزمه بالتوصيات ديال قمه المناخ واعطت نتائج مهمه. دراسه بسيطه دارت في المده ديال الحجر من نوفمبر 2019 إلى حوالي أفريل 2020 في مدينة مراكش. فالحجر بين على أنه نظرا للوقوف ديال واحد العدد ديال وسائل ديال التنقل، فهنالك انخفاض ديال 55% فيما يخص ديوكسيد دازوت، وهنالك 70% فيما يخص انخفاض المونوكسيد دو كربون. هذا المهم ماشي هي نتيجه، لان كنعرفوا على انه المغرب ماشي دوله صناعيه والسميتو ديال التلوث فيها ما كثيرش، ولكن اللي مهم هو العبره، فهمتي، لا على الصعيد المحلي ولا على الصعيد العالمي، على انه هنالك علاقه مباشره ما بين وسائل التنقل، ما بين الصناعات، ما بين يعني استعمال الطاقات يعني الحفريه فيما يخص تلوث ديال البيئه. يعني هذا جاء اليوم باش يعني يبينه بطريقه واضحه، الا اللي ما بغاش يلتزم فللاسف. فالان كنوليو كنهضروا، والدرس المهم من كورونا هو انه المساله ولات كنهضروا على الصليع العالمي، يعني مش مسألة إنسانية. جميع المشاكل اليوم يجب أن تطرح على أنه ما هو تأثير ديالها على الإنسانية. إلا لاحظتي على أنه يعني الحواجز أو الدول بما يخص التقطيع ديالها على الصعيد العالمي، كورونا بين على أنه ما عنده حتى شيء أهمية. الإنسانية كلها في أرض وفي مناخ يجب المحافظة عليه، وذلك
بتحمل مسؤولية ديال الجميع بدون استثناء. هذا معذرة عنده علاقة بالجانب الأول. السؤال اللي تفضلت به الثاني هو الآن العلاقة، أنا أعتقد فهمتي على الصعيد العالمي لم أشهد على أنه هنالك دراسة أو لا مختبر من المختبرات العالمية دخلات باش تقول على انه كاين علاقه مباشره ما بين التنقلات ولا وسائل التنقل او لا هذا الى اخره. فالزلازل يعني مضبوط بعلاقات وبتحركات تكتوكونية فهمتي يعني ضخمه، لانه تيخصها واحد الطاقات مهمه يعني باش الزلزال يمكن له ياخذ يعني ينتج ديك القوه اللي كتخليه على انه تيحدث ديك يعني واحد العدد ديال الاضرار. فاستسمح ولكن لا علاقه ما بين وسائل الوقوف ديال جميع القطاعات ولا الى اخره بالزلازل او بالبراكين. يعني هي دراسه سيدي الكريم. عوده الى الاستاذ عادل الشريف. سيدي الكريم يعني ضيفنا من المغرب استاذ الاحسن، هنالك تاثير لا ولكن هنالك مساله ايجابيه ديال الاصوات فهمتي، لانه كتعرف على التحركات وداك الى اخره. فهنالك دبدبات اللي عندها تاثير على واحد العدد على الانسان وعلى الحيوانات وعلى هذا اي معقول، ولكن فيما يخص الزلازل او البراكين لا علاقه. شكرا جزيلا سيدي، سوف أعود لك. اسمح لي أذهب إلى البروفيسور عادل الشريف. سيد الكريم، الأستاذ الأحسن أيت إبراهيم ذكر نقطة مهمة وهو تأثير ما جرى على الإنسانية جمعاء، وكيف أنه الآن يجب التفكير بالإنسانية قبل التفكير بالربح الاقتصادي. لغاية الآن وحسب المعطيات واضح أنه الكل يتجه نحو وعودة الحياة الاقتصادية والتجارية، لأن هناك أزمة اقتصادية خانقة يشهدها العالم اليوم، حتى أن الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية ذكرت أن هناك استعجال كبير في موضوع إعادة الحياة إلى طبيعتها والفتح وتخفيف الحظر. يعني هل كيف يمكن تفعيل الجانب الأخلاقي في ظل هذه الأزمة الاقتصادية التي يعيشها العالم اليوم؟ نعم، شكرا لكم. طبعا القضية كلها فعلا يعني التدهور اللي وصل اللي حدث في الأرض أو في العالم، إذا نبحث في أسبابه هي بصراحة أنه إسراف وطمع. والقرآن الكريم حدد يعني هذا يعني حدد المشكلة وأعطى الجواب. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. إذن القضية مرتبطة بكسب وبإسراف، لأنه القرآن يجيب على هذه النقطة ويقول، اسمح لي أقرأ الآية حتى لا أخطئها، إنه ولا تطيعوا أمر المسرفين. إذن أجدت القضية الأخلاقية، يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إن الله لا يحب المسرفين. تأتي الآية القرآنية الأخرى تقول ولا تطيعوا أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون، أو في آية قرآنية أخرى. إذن القضية مرتبطة بإسراف، وهذا الإسراف سبب فساد، وبالنتيجة أنه الوضع اللي إحنا فيه. طبعا هذا الإسراف كان سببه هو الكسب المادي. إذن القضية كلها كان كما يعبر أنه money driven أو الحصول على الأموال والكسب المادي، والآن إحنا في هذه النتيجة. للأسف طبعاً أنا كنت أذكر هذه النقاط باستمرار. العالم الصناعي أو بالتحديد العالم الغربي هو أحدث المشكلة، يعني هو اللي أوجد المشكلة، مشكلة التغيرات المناخية أو هذا التراكم في كميات الانبعاثات الغازية. في نفس الوقت طبعاً هو عملها ليطور منظومته الاقتصادية. الآن من طرح هذه الأولويات أو التحديات ويريد لها حلول، ما زال يفكر يكسب مال، يعني ما زال إنه يحاول يكسب المال في عملية إصلاح المشكلة اللي يعني هو عملها. ولذلك
المؤسسات البريطانية اللي عملوها حتى في أيام العمال وغيرهم، إنه how to make business out of climate change، يعني كيف نحصل على أرباح من التغيرات المناخية. وأنا كنت أذكر هذا النقطة في محاضرات، أقول لهم أنتم ما ممكن واحد يذهب للطبيب للعلاج يريد الطبيب يبعث يعني يدفع له الأموال، وليس العكس. يعني أنتم ما ممكن تجوا تعالجون المشكلة اللي خلقتوها بسبب كسب الأموال، والآن تحاولون كسب أموال في علاجها. على الرغم يعني دكتور أستاذ عادل، عذرا للمقاطعة، أنه هناك تحذيرات أممية بمخاطر التغييرات المناخية التي نشهدها الآن، يعني مخاطر على مستوى البشر، على مستوى الغذاء، على مستوى التربة، يعني على مستوى المياه أيضا. صحيح جدا، لكن شوف الآن هذا اللي يحتاج له شوية فك وتفصيل، وكما يقال the devil in the details. إذا تلاحظين مشكلة مثلا أنه ما يسمى الكلايمت أكشن أو العمل المناخي لمعالجة، جاء في التسلسل 13، يعني 13، في ما يسمى أنه أهداف الاستدامة. إذا ليس أولوية مقابل مثلا أنه يعني درار، يعني 12 هدف قبل هدف المناخ. الفكرة وين طبعا، أنا وسامحيني راح أكون أنه صريح وواضح في هذه النقطة، هو المشكلة هم اللي يروها في المناخ، المشكلة الأساسية هي النمو البشري أو تكاثر السكان. فهم عندما يقولون أنه there is so much of us or there's so many of us، يعني كثير من عندنا، وما يقصدون هم، يقصدون العالم الآخر. ولذلك أنه في مفهومهم البقاء للأفضل أو للأقوى أو survival for the fittest، فهم يعتبرون انه التكنولوجيا والمقومات العلميه والمقومات الاقتصاديه تمنحهم فرصه اكثر للبقاء، وبالتالي يعتبرون هم التغيرات المناخيه نوع من الاسباب الموضوعيه او الايجابيه اللي تقلل، فمن تترك حيوانات في مكان معين سوف يتكاثرون، الا ان ينتهي الغذاء مالتهم او يصابون بكارثه طبيعيه او يصطادون predators، يعني يجيهم نوع من يعني كأنه حيوان مفترس أو طير كي شيء، يعني كأننا نعيش في غابة. فهم يعتبرون التغيرات المناخية نوع من الظواهر الطبيعية الإيجابية لتقليل عدد السكان في الأرض، وليس العكس. فهم غير جادين في إيجاد الحلول، إلا إذا إجت الحلول مناسبة لبرنامجهم الاقتصادي لمصالحهم. نعم، اسمح لي سيد الكريم نسمع رأي أستاذ محمد إدير في هذه النقطة الهامة جدا. يعني هل توافق الرأي البروفيسور عادل شريف ما قاله بخصوص أنه العالم يتجه أكثر إلى الأنانية وإلى المصالح التجارية والاقتصادية على حساب البشرية، على الرغم من أنه الكثير من التقارير الأممية تشير إلى خطورة التغييرات المناخية على صحة الإنسان، على انتشار الأوبئة بشكل أكبر، على البيئة المحيطة بنا؟ نعم سيدتي، أضم صوتي إلى الأستاذ عادل شريف. لا يجب أن لنا نكذب على أنفسنا ونقول بأنه خلاص بعد الكورونا حياتي عالم آخر مليء بالسلام وبال، لا، هو إعادة ترتيب الأوراق، والرأسمالية المتوحشة ماضية في طريقها. إذن نحن كالعالم الآخر، بين قوسين العالم الآخر، يجب أن نأخذ زمام أمورنا بنفسنا ونشوف كيف نكيف هذه التغيرات لصالحنا. نحن كجمعية محلية تنشط، وبالمناسبة جمعية واحاتية، نحن نمثل واحة غرداية في الجنوب الجزائري، ونحن نمثل ممثلين شبكة دولية في للتنمية المستدامة للواحات المسمى ترادو. لا نرافع من أجل واحاتنا، ونريد أن نقدم هذا المثال، مثال النظام الواحاتي، كنموذج للحد من ظاهرتين، من التصحر ومن التغير المناخي، لأن الواحات أعطت نتيجة
أكدت أنها لو استمدينا التجارب الوحاتية نقدر نواجه هذين العنصرين. إذا نحن نرى في مثلا في نشرات الأخبار تاع اليوم فيه أمطار وفيضانات في عز الصيف. الصيف في عز الصيف، ما حتى هنا في الواحات لا نعيش أيام ما يش سخونة. دونك هناك اختلال، ولا الشيء العصب تاع الواحة عموما هي النخلة. نلاحظ وبملاحظة المختصين تاع النخلة هناك تذبذب في سلسلة حياة النخلة. لأنه من أي ناحية؟ من ناحية الإنتاج أم نحن نتوقع إنتاج متذبذب لهذا العام، لأنه مثلا إنتاج التمر لهذه السنة سوف نتحصل عليه ابتداء من شهر أوت مثلا. وبالتالي من ضمن الملاحظات التي نلاحظها ميدانيا هناك نوع من التذبذب، ربما سيكون هناك نقص في الإنتاج أو في نوعية الإنتاج. وإلى ماذا تعزو ذلك سيد الكريم؟ للتغييرات المناخية أم ماذا تحديدا؟ طبعا فيه عدة عوامل، من بينها التغيرات المناخية، فيه العامل الإنساني طبعا دائما موجود. الإنسان هو دائما هو السبب الرئيسي لما تعيشه البشرية، لا يوجد سبب آخر. الإنسان هو لب المشكل، إذن يجب أن يعي هذا الإنسان أنه هو سبب مشكل التي تعيشه الممارسات الخاطئة. نعم أكيد. نعم. اسمح لي سيدي أعود للأستاذ الحسن آية إبراهيم مرة أخرى، وعذرا أطلنا عليك سيدي الكريم. يعني عندما نتحدث عن التنمية المستدامة، الكثير من الخبراء يؤكدون على أهميتها في الظرف الحالي، وقبل حتى أن تأتي هذه الجائحة، ضرورتها لإنهاء المعاناة البشرية والبيئية والوبائية التي يعيشها العالم الآن سيد الكريم، في من يعتبرها أيضا أنها طوق نجاة لخلاص البشرية من الأوبئة. رأيك بذلك؟ بطبيعة الحال هذا يعني هو جوهر الموضوع، وأعتقد على أنه عدد كبير من المنظمات العالمية وعدد من الدول يعني كلها في تصريحاتها الآن تتكلم على التنمية المستدامة، ولكن وللأسف هنالك يعني فرق كبير ما بين يعني الخطاب والممارسة اليومية. نعم. والبرامج يعني مطبقة للتنمية المستدامة، بمعنى على أنه تجعل الإنسان في صلب جميع القرارات التي تؤخذ. مثلا فيما يخص التلوث الهوائي، ذكرت بعجلة على أنه المغرب منخرط فيما يخص يعني سميتو المتجددة، الطاقات المتجددة، وغادي في الطريق الصواب. فيما يخص الفلاحة، الآن المغرب دخل في مسلسل جديد ألا وهو الرجوع إلى ما يسمى الزراعة يعني التقليدية، يعني تقليدية، يعني بعدم العودة استعمال إلى الطبيعة بعدم استعمال واحد العدد ديال المواد بطبيعة الحال اللي عندها تأثير على الصحة ديال الإنسان. نعم. واللي صعيب في هذه المعادلة وهو أنه الجميع يقر على أنه إلا احنا خدينا يعني العدد ديال الإصابات والأمراض التي تنتج عن ما نأكل وهو ملوث، خاصة استخدام المبيدات الحشرية المبيدات ولهذا إلى آخره، في واحد العدد ديال المسائل، وخلينا على أننا ما بغيتش ندخل يعني في تفاصيل أصلا ديال المسائل ديال يعني اسم التعديلات فيما يخص ما يسمى بالجينوم إلى آخره إلى آخره، ما بغيتش ندخل في هذا المسلسل. وبالتالي أعتقد على أنه الآن أي مشروع
اي مشروع، اي دوله تحترم نفسها وتحترم يعني مواطنيها، اي مشروع مشروع لابد ان ياخذ بعين الاعتبار ما هو التاثير ديال هذا المشروع فيما يخص استنزاف الموارد البشريه، فيما يخص على انه توليد ديال واحد العدد ديال مثلا المياء العادمه يجب يعني تطهيرها قبل ان هذا الى اخره الى اخره. وهذا لان الصحه لها ثمن، والان تلاحظوا على انه على الصعيد العالمي الدول ولات عندها يعني ميزانيه فيما يخص معالجه التاثير ديال عدم اخذ بعين الاعتبار التنميه المستدامه في برامجها. نعم، كلام مهم. عودة إلى البروفيسور عادل شريف. سيدي الكريم، يعني التنمية المستدامة لها أهمية قصوى في الوقت الحالي، على الرغم من أهمية البحث عن لقاحات لإنقاذ البشرية من هذا الفيروس اللعين. يعني عندما نتحدث عن الأهداف الرئيسية للاستدامة، هي تتمثل بإنهاء معاناة الناس من الفقر والجوع، ومعايير أفضل للصحة والتعليم وجودة المياه. باعتقادك لماذا فقط نسمع خطب من خلال المؤسسات الأممية بأنه يجب التغيير، هناك ميزانية تم تحديدها من أجل النهوض بالتنمية المستدامة خاصة في الدول الأكثر فقرا، وفي النهاية لا يوجد تطبيق فعلي لهذه المسألة؟ طبيعي جدا، طبعا شكرا ست وجدان، طبيعي جدا انه الدول تنظر مصالحها، وخاصه الدول الراسماليه، بالنتيجه انه الكلفه. الان لما امريكا هي طبعا تعتبر من اكبر الدول الملوثه او ثاني دوله في العالم، تخرج من اتفاقيه المناخ، تخرج لماذا؟ لانه تحافظ على مصالحها، ما تريد اي قيود. وكذلك الدول الصناعيه. انا اعتقد في رايي المتواضع الحل لمشكلة التغيرات المناخية أو إيجاد بدائل للطاقة لن يأتي بطريقة أنه رسمية إلا أن يفرض. يعني كأن أذكر مثال الآن، الثورة المعلوماتية. الثورة المعلوماتية لم تقدمها الدول الصناعية، وإنما فرضت على الدول الصناعية. تكنولوجيا الثورة المعلوماتية كانت موجودة منذ السنين، لكن كانت تحت السيطرة. ولكن ألا تعتقد معي أن كورونا فرض هذه المسألة؟ نعم، اسمحي لي، هو هاي النقطة الإيجابية نعم في هذا الموضوع، لذلك ذكرت هاي النقطة. فالآن الحلول سواء في الجانب الصحي أو في الجانب المناخي أو في جانب أنه بدائل الطاقة، أنه يجب أن يفرض كيف أنه الآن لو تأتي التقنية رخيصة لا تحتاج إلى كلف كبيرة لتطويرها، سوف تفرض نفسها على الواقع، مثل ما الآن حدث مع الثورة المعلوماتية. أنا أتذكر في حديث كان في 2006، طبعا تقريبا حوالي قبل تقريبا 15 عام، وكنت مع شخص مسؤول في كبير في دولة أوروبية، واستغربت من الكلام اللي ذكر في اللقاء. قال إنه the genie is out of the pot، يعني الجني خرج. نعم. شنو هذا الجني اللي تقصده؟ قال المعلومات. قال الآن إحنا لا نستطيع أن نتحكم في المعلومات. المعلومات خرجت الآن، أصبحت بمتناول الجميع. قال هذه كان يشكل لنا قوة كبيرة، وفعلًا يعني في مجال التطور العلمي، في مجال الصناعي، عند حد تحصل معلومات، إنه كان صعب الحصول على المعلومات. الآن الثورة المعلوماتية وفرت هذه المعلومات وسرعت التقنيات، لن تستطيع، خاصة عندما تكون التقنية رخيصة ويمكن تطويرها دون جهود علمية أو دون حاجة. مثلًا أذكر مثال، مثلا الطاقة النووية ليس متيسرة للكل، ولذلك تتحكم فيها الدول الصناعية. الطاقات الموجودة الآن ليس متوفرة للكل باعتبار أنه تحتاج لغة، لكنه عندما تصبح تقنية متوفرة للكل بأسعار رخيصة يعني عملية أنه تطويرها لا يحتاج إلى تقنيات معقدة، يعني مثل ما أقول rocket science، هذا الحل راح يفرض نفسه على الواقع، وراح طبعا الطبيعة تتنفس السعداء، والعالم في كل مكان يحصلون على الماء والغذاء والطاقة. هذه الماء والغذاء والطاقة هي ليس أولويات للدول الصناعية. معظم الدول الصناعية من اليابان إلى أوروبا عندهم مياه وعندهم غذاء، عندهم فقط موضوع الطاقة. والطاقة بالطريقة الآن الحالية شبه يتحكمون فيها،
معظم الشركات العالمية في الطاقة هي ليس شركات نفطية يعني من دول نفطية، وإنما شركات أوروبية أو شركات أمريكية. هذا لا ينطبق على مناطقنا سيد الكريم، يعني نحن نعاني من مشكلة التصحر، من مشكلة المياه. بس مو مشكلتهم، يعني أجي أذكر مثال. أنا الآن في اختصاص المياه، عندما بدأت أعمل بحوث في اختصاص المياه حتى زملائي في الجامعة كانوا مستغربين إنه أنت كيف تعمل في اختصاص المياه ومين راح تحصل فاندينج أو دعم لهذه البحوث، لأنه في بريطانيا لا توجد مشكلة مياه، ولا في أوروبا، ولا في اليابان، ولا في أمريكا. ولذلك شوف مثلا تقنيات المياه الآن اللي موجودة هي التقنيات من قبل 100 عام أو 60 عام أو 70 عام، ما في تطور، ما في ابتكار. يعني أنا أتذكر يوم ابتكرنا طريقة لما رحت لشركات المياه قالوا على العكس، إحنا مو من مصلحتنا أن نطور الابتكار، لأنه السوق بالنسبة لنا ثابت، ما راح يجيب لنا سوق إضافي، والتقنيات القديمة أكثر كلفة، فأرباحنا تكون أكثر باعتبار أنه نسبة من الكلف. فأنت من تقلل الكلف أنت قللت الأرباح، وبالتالي لا يسمح لنا هذا الشيء. مع العلم أنا كنت يعني أنه في وقتها، هذا الكلام قبل حوالي 15 عام، كنت أشعر وكأني يعني أنه فوق السحاب، لأنه وجدنا حل يوفر مثلا على سبيل المثال تحلية مياه البحر بكلفة قليلة جدا. استغربت حتى من الدول اللي تحتاج التقنية، وبالتحديد دول الخليج. أنا كنت في اجتماع مع وزراء لأربع دول خليجية، والله بنص العبارة أحد الوزراء قال لي دكتور ليش موجع راسك؟ إحنا ما شاء الله عندنا أموال مثل الرمل، أنت جاي ترخص التقنية، ما محتاجين إحنا نرخص التقنية. فإحنا الموجود عندنا أموال وعندنا تقنيات موجودة غالية، وأنا ما يهمني يعني ما مجبر أني أرخص التقنية. ولكن أستاذ عادل يبدو أنه تغيرت هذه الفكرة الآن بعد هذه الجائحة التي أضرت الجميع، يعني الغني والفقير أيضا. إذا الموديل اللي كان سائد هو ليس إيجاد حلول، بالعكس هو زيادة الأرباح. يعني مثلا سامحوني في هذا المثال الآخر، مثلا بدل ما مثلا منه أرخص في تطوير التقنية، مثلا خلينا ناخذ مثال تقنية تحلية المياه بالنسبة للدول العربية أو الدول شمال أفريقية، تطوير الطاقة الشمسية لإنتاج التحلية أو لإنتاج مياه صالحة للشرب أم استخدام الطاقة النووية؟ طب منطقيا الطاقة الشمسية أرخص، أكيد الطاقة الشمسية طبعا. لكنه أنا أذكر حدث مؤتمر في دولة خليجية عن استخدام الطاقة النووية في إنتاج التحلية. أكثر مؤتمر حضروه وزراء ومسؤولين من دول خليجية هذاك المؤتمر اللي كان حول إنتاج التحلية من الطاقة النووية، وكان عدد العلماء اللي حاضرين المؤتمر ما يتجاوزون 4 أو 5، في حين أكثر من 65 وزير حضر المؤتمر. طبعاً عندما تسألهم أو تسأل بعض المسؤولين شنو السبب؟ بالعكس زيادة الكلفة، يعني يقول لك أنا مثلاً من أبني مصنع مثلاً خلينا نقول مليونين ما على قيمة، بس من أبني مصنع 20 مليون معناها في فوائد ومنافع، من أبني مصنع 200 مليون أنا منافعي أكثر راح تكون. لاحظ شو كيف الصورة شو تعمل؟ تماماً العكس اللي علماء يتوقعوا. يعني أنا يوم اللي ابتكر الطريقة رخيصة للتحلية كنت أتوقع إنه كل الدول اللي تحتاج التحلية راح ترحب بك، تماماً اكتشفت العكس. أدركت للأسف الشديد. أستاذ عادل سوف أعود لك، اسمح لي أذهب مرة أخرى للأستاذ محمد إدير. سيد الكريم أكيد سمعت ما تفضل به البروفيسور عادل شريف، وذكر مسألة في غاية الأهمية تتعلق في موضوع أنه قد لا يعاني أو لا تعاني الدول الغربية من مشكلة المياه، ولكن في بلادنا هناك مشكلة التصحر ومشكلة المياه، هناك أولويات لكل دولة، ولكن مع هذا هناك نداءات بأنه يجب أن يتوحد العالم أجمع للخروج ليس فقط من هذه الأزمة، وإنما لتخفيف الأعباء إن كانت الاقتصادية، لتخفيف الفقر، لتخفيف المجاعة، خاصة أنه في تحذيرات أممية جديدة تؤكد أنه نسبة المجاعة سوف تزيد بسبب هذه الجائحة. هل تعتقد أولويات الدول ستقف يعني عاجزة عن توفير
لنقل ما تتطلبه الحياة أو في الدول أجمع، يعني خاصة هناك من يقول أن الجائحة وحدت الجميع، لماذا لا تكون هناك قرارات موحدة في خصوص ما يؤثر على البيئة، على تلوث البيئة، حتى لو اختلفت الأولويات؟ هناك شيء أساسي وهو يجب أن نفكر فيه مليا، وهو الأمن الغذائي. الأمن الغذائي هو الشيء الأكثر الأهمية، والأمن الغذائي يجب أن نصنعه بأنفسنا. العنصر البشري هو العنصر الأساسي في هذه المشكلة هذه. لا نعم طبعا، الماء كما يقولون هو التحدي المستقبل، next challenge of this الأعوام المقبلة إن شاء الله. ولكن عندما نقرأ في بعض التقارير أنه في الدول مثلا الشمال إفريقيا فيه خزان هائل من المياه الجوفية، في كيف نستثمر هذه الطاقة الهائلة من الماء، وكيف نحافظ عليها؟ لانه باستعمال لا ميجا اغريكولتور، الزراعه الكبيره، ربما سوف نلوث هذه المياه الجوفيه. اذا يجب ترشيد ترشيد الاستهلاك، يجب توعيه الناس حول، أعود دائما حول الرجوع إلى الزراعة العائلية والزراعة البيولوجية، الزراعة البيولوجية التي ننادي بها دائما لكي تضمن لنا نوعا من الأمن الغذائي لنا احنايا والأجيال المستقبلية إن شاء الله. الأمن الغذائي وأيضا الغذاء الغير ملوث، يعني نحن نشهد وبسبب التلوث البيئي هناك تلوث غذائي أيضا وتلوث في مياه الشرب. لا، فيه تلوث المياه الشرب صحيح، فيه لازم فيه ثاني عمل جبار من هذه الجهه هذه. والتلوث الغذائي يجب ان كما عملنا احنا ثاني في من بين الاعمال اللي قمنا بها كجمعيه في تحسيس الناس للرجوع للحفاظ على المخزون الجيني، المخزون الجيني الموجود في الواحات لضمان الامن الغذائي، وكيفية الحصول على البذور المحلية، وهذا لي بون براتيك. وبلادنا غنية غنية بالمصادر والموارد سيدي الكريم. عودة للأستاذ الأحسن آيت إبراهيم، يعني أستاذنا، كورونا دقت ناقوس الخطر لإنقاذ البيئة من مخاطر رفع القيود الآن على المصانع والشركات والحركة، ولكن باعتقادك كيف سيكون مستقبل هذه المصانع والشركات إذا ما تم بالفعل تطويرها بحيث تكون صديقة للبيئة وتحمي البيئة التي تتعرض إلى الخطر؟ أعتقد على أنه هذه مسألة ولات يعني حتمية. السؤال المطروح هو ماذا نريد؟ فإذا كنا نريد على أنه وإذا كان الهدف هو أن نجعل صحة الإنسان والإنسان هو في جوهر جميع المشاريع، فبالتالي يعني يجب اتخاذ واحد العدد ديال 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 التدابير لكي نحقق هذا الهدف. وهذا الان ولا يعني ماشي غير على الصعيد الدولي او المحلي، هذا على الصعيد العالمي. الان الانسانيه، فهمتي، في الكره الارضيه في خطر، وكورونا يعني جات وبينات على انه رحنا يعني في واحد المسلم هو هش في الحقيقه. جاءت لتنبهنا لان المشكل الان، انا بالنسبه لي الخلاصه المهمه، وهو النموذج الاقتصادي الذي اعتمد في السنوات الاخيره يعني اصبح غير صالح، بحيث فهو نموذج اقتصادي مبني على الربح السريع، على الانانيه، وعلى انه دفعوا الانسانيه الى الاستهلاك 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 واستهلاك مواد اللي هي غير صحيه. بالضبط. وبالتالي هذا انتج عنده على انه هنالك
يعني عدم التدبير الصالح لما يسمى بالموارد الطبيعيه الموجوده، هنالك تلوث للانسان لا ياخذه بعين الاعتبار في واحد العدد ديال 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 المجالات، وهذا بطبيعه الحال كله كيولي على الانسان فهمتي من الناحيه الصحيه، وكيؤدي واحد الثمن كبير. انا متفق مع المتدخل الاخير، واشكر كذلك الاستاذ عادل شريف لانه مشى بعيد في التدخلات ديالو، وانا متفق عليه يعني في المسائل اللي هي بعيده اللي عندها علاقه بلوبيات اللي كتحكم في الصعيد العالمي على ما يجري. ولينا لواحد المسائل اللي هي مهمه، وهي حنا في الدول العربيه حنا نبقاو في هذا سميتو هذا الاخير، فكان معروف ما يسمى بالنباتات والحبوب الملائمه لاي مناخ. نعم. وكان الكل بصحه وهذا الاخير. اليوم لاحظتي على انه دخلنا البذور المعدله جينيا، علاش؟ لانها كتكثر الانتاج، ولكن صحيح. التبعيه للدول التي تصدر لنا هذا اليوم تبين على انه احنا يعني ضحيه ديال 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 وهذه مساله مؤلمه استاذ الحسن مؤلمة. ابراهيم يعني التبعيه دائما رغم انه ارضنا غنيه، يعني ارضنا هي المفروض ان تنتج. والحمد لله على كل المغرب اللي يمكن لي نقول على انه السياسه اللي نهجها فيما يخص يعني الاحتفاظ على الماء بواحد 150 سد الى يومنا هذا، لو غوت ا غوت كما ذاك السقي بالقطرات، عندك سميتو ديال التصحر، الطاقه المتجدده الى اخره. فالمغرب منخرط، وإلا لاحظتوا على انه في استعداد يعني في اطار تضامن مع الدول الافريقيه باش يتفارق معهم هذه التجربه هذه بصفه عامه، لاننا خصنا نخرجوا من الانانيه. استاذي الكريم، انا اسمع صوت زقزقه العصافير تمام وهذا شيء جميل الحمد لله. هذا بين قوسين، هل بسبب كورونا؟ انه تكلمنا على تلوث الهواء وكيفاش على انه يعني التاثير ديالو في هذه الوقيته ديال الحجر، ولكن ما لاحظتوش على انه حتى الحيوانات وواحد العدد الحشرات ولات المجال ديالها الطبيعي وخرجات الى اخره. هذا بين قوسين هذا يعني على انه يعني الاسلوب ديال الحياه ديالنا عنده تاثير على البيئه، يجب مراجعه. أكيد هذا كلام مهم. إذن أستاذ عادل شريف، أسلوب حياتنا ممارساتنا اليومية له تأثير كبير على البيئة المحيطة بنا. تحدثنا عن القرارات الأممية، أيضا عن الأمم المتحدة وبرنامجها حول التنمية المستدامة لعام 2030، ولكن عندما نتحدث عن الأفراد، هل نحتاج إلى توعية؟ نبدأ بأنفسنا أولا قبل أن ننتظر من الآخرين حل مشاكلنا، خاصة فيما يخص التبعية إلى الدول الغربية. سؤال موجه أستاذ عادل. نعم، أعتقد أفضل درس أو معرفة من يعني نحن نقول التجربة اللي علمت ما ضرت. أنا أعتقد أفضل درس من كورونا إنه الدول، خاصة الدول الفقيرة، دول العالم الثالث أو معظم الدول، إنه فكرت تعتمد على ذاتها على نفسها. هذا أعتقد أفضل درس، وبالتالي عندما الدول تعتمد على نفسها إذن الإنسان هم راح يفكر كيف يعتمد على نفسه ويوفر حاجياته. هذه نقطة. النقطة الثانية اللي حب بس أضيف عليها كم يعني كم موضوع الأمن الغذائي، و وكما ذكرت سابقا انه هذا ليس مشكله او اولويه للدول الاخرى. على العكس من ذلك، انه انا سامع كلام في مؤتمرات وفي اجتماعات مهمه انه الحروب يجب ان نعطيها وقت. يعني خطا انه نتدخل ونوقف الحروب، بالعكس لازم نترك الحروب ونعطيها وقت كافي، رغم أن هي الكارثة الكبرى الآن في التلوث البيئي سيد الكريم. نعم. وفي قتل البشر. يعني هذا الكلام يصدر من العلماء، يقول أنه خطأ الدول تتدخل وإيقاف الحروب، يجب أن نترك نعطي الحروب وقتا كافي لقتل أكبر عدد ممكن من الناس. هذا كلام خطير. أسمع كلام آخر أنه
من بعض الناس يقول لك انه نحتاج حرب تو ستيموليت ذا ايكونومي حتى تحرك الاقتصاد، او الحروب جيده لتحريك الاقتصاد. اسمع كلام اخر انه عندما تكون هناك فرصه للحرب، ليس حرب بس فقط التفكير بوجود حرب، يتمثل فرصه استثماريه لشراء الاسلحه ولتدريب الجيوش وشراء المعدات هذا النموذج الاقتصادي اللي يعيش العالم. مع احترام الشديد لكل الكلام اللي نسمعه، قرارات أممية، نشاطات دولية، بالنتيجة في المثل العربي أو العراقي أنه لا يحك، يعني أنه لا يحك ظهرك مثل ضفرك. فإذا ما تعلمت الدول، خاصة لما تسمى الدول العالم الثالث، تعتمد على نفسها في توفير أمنها الغذائي، أمنها المائي، وأمنها الطاقي أو الطاقة، لا يتوقع لا الأمم المتحدة ولا أي دولة في العالم. وطبعا حتى لو نعكس على المستوى الشخصي، عندما يكون شخص مريض أنت لا تتوقع شخص غيرك أو قريب لك راح يجي يعالجك أو يوفر لك العلاج. كيف أنت الآن الدول مثلا أنه الدول اللي الدول العالم الثالث تتوقع من الدول الصناعية الرأسمالية راح تجي تحل لهم مشاكلهم؟ مستحيل هذا الشيء يحدث. وكما ذكرت سابقا، على العكس من ذلك، أنه وجود المشاكل الصحية ووجود المشاكل الغذائية ووجود المشاكل البيئية الطبيعية، بالعكس أنه يعتبرها العالم الصناعي هي أدوات مهمة ومفيدة لعدة أسباب: تقليص عدد السكان في الأرض، وتوفير السوق للبضائع وغير ذلك طبعا، واستمرار الجهل والفقر. إذن هو صراع مستمر أستاذ عادل. إذن هو صراع مستمر، ولذلك الحل حتى نكون واقعيين، وأنا عايش في المجتمع الصناعي وفي المجتمع البريطاني، الحل الدول العالم الثالث أو الدول النامية أو الدول الفقيرة يجب أن تطور ما يسمى، أو يعني التعبير أنه site based technologies، أو تقنيات أو حلول ملائمة لظروفهم المناخية والداخلية والإقليمية والمكانية. لا ينتظرون فقط أنه يعني أي مبادرة. نعم. إذن ذلك يحدث إذا سنحت الفرصة لهم بكل تأكيد. أشكرك شكرا جزيلا. نعم. إذا تفتح فقط ثواني، النموذج المغربي نموذج جيد باعتبار أنه المغرب أساسا هي ما عندها مصادر، يعني أنه النفط أو الغاز، وبالتالي diversify، يعني وسعت أو نوعت مدخولاتها الوطنية والاقتصادية، ولذلك نلاحظ أنه حركة اقتصادية بالاتجاه الإيجابي في المغرب وتونس. أما الدول النفطية للأسف الآن انتبهوا لهذه المشكلة، وأعتقد متأخرة. الآن أتكلم على العراق مثلا، متأخرة جدا. نعم. الآن كثير من الزملاء العراقيين يتصلون فيها، هل من حل؟ طبعا متأخر الآن، لأنه لم يتم التهيئة لهذه الأجواء. فأعتقد مع احترام الشديد لكل أهداف التنمية المستدامة، هي سوف تبقى حبر على ورق، لأنه الدول الصناعية لن يعني تمد يدها في جيبها لتقلل منافعها وأرباحها وسيطرتها، وهذا لازم يكون واضح وجلي في أذهان كل البشر. لا يتصور الأمم المتحدة سوف تسعى لتحقيق هذا الأمر أو ذاك الأمر. كل الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الدولي أو في الأمم المتحدة دول صناعية، ليس لا تحتاج إلى الماء ولا تحتاج إلى الغذاء ولا تحتاج إلى الدواء كما تحتاج لها الدول الفقيرة. لكن قراراتها وما تعلن عنه هو عكس ذلك، يعني هو دائما لمصلحة البشرية. يعني سامحونا أنا ما أدخل، لكن نفس يعني أحيانا في المجتمع الديني يرغبون أن يبقى المجتمع متخلف حتى تتوسع دائرة المقدس. في المجتمع الرأسمالي يرغبون أن تبقى الناس متخلفة وفقيرة وتحتاج العلاج والدواء والغذاء وكل بضاعة يعني ما يصنعوها هم حتى يستوردوها من الدول الصناعية. نفس المفهوم، نفس المنطق. فأرجو أنه أن لا يأخذنا الخيال كثيرا أو التصورات كثيرا. إذا ما إحنا أو الدول العالم الثالث أو الدول اللي تحتاج إلى حلول، هي تسعى لإيجاد الحلول أنفسها. نعم.
أذهب إلى الأستاذ محمد إدير، يعني كلام في نوع من القلق، كلام خطير ذكره بروفيسور عادل شريف، وأعتقد هو من خلال المؤتمرات ومتابعته وتواصله مع العديد من الدول، ولكن دائما هناك أمل، هناك لنقل إشراقة في الأفق. ربما جاءت كورونا لتحذر الناس، انتبهوا الأمور تذهب إلى نواحي صعبة وخطرة. باعتقادك عندما نتحدث عن الناس، يعني إذا كما قال أستاذ عادل أنه دائما القرارات الأممية هي حبر على ورق، إذا ماذا نفعل كشعوب؟ هل المسألة في يدنا لنتحرك؟ بالطبع نعم، أعود دائما إلى أنه لازم دائما نحول المحنة إلى منحة. إذا هذه الجائحة هذه لازم نحولها لصالحنا، وبالتالي من بين الركائز في هذا المنحة هذايا لازم نستثمر في العنصر البشري. العنصر البشري، والحمد لله كما رأينا احنا في، أذكر مثال عندنا في الجزائر، خرجت طاقات شبانية وابتكارات إبداعات لم نكن نراها من قبل. وجدنا شبان يخدموا يخترعوا الآلة التنفس الصناعي والممرات التعقيم وما شابه ذلك. إذا عندنا احنا في العالم، عالم احنا اللي نعيشوا فيه، عندنا اكبر كومون دي ان غران تاتو، سي العنصر البشري، العنصر البشري الشاب، وخاصه الشاب، وهو متوفر يعني. نعم نعم متوفر، والذي يجب ان نفعله، والدوائر القرار الذي يجب ان تفعله، وهو الاستثمار في هذا الخزان البشري الشاب الهائل الذي نستطيع من خلاله ان نكون الفارق مع المجتمع الغربي الذي بين قوسين قد هرم. بالنظر إلى الإحصاءات التي تقدم يوميا على لنسبة الوفيات، أرقام مذهلة حقا. نرى أنه مجتمع هرم، ولكن بالجهة المقابلة عندنا احنا في الأخر عندنا طاقات شابة وتستطيع، يجب الدوائر القرار أن تأخذ تشجعهم، يعني تشجعهم، وإن شاء الله راح نكون الفارق إن شاء الله. نعم، اسمح لي أذهب إلى الأستاذ الحسن آيت إبراهيم. سيدي الكريم، يعني باعتقادك العالم إلى أين يتجه الآن؟ هل يتجه إلى عالم أكثر تضامنا أم إلى عالم أكثر أنانية وتفردا؟ على كل، العالم كان في نموذج كل أناني. نعم. وبالتالي النتيجة هي يعني لاحظناها، على انه على كل، لا داعي لذكر يعني الجزئيات، ولكن كان صراع فيما يخص الكمامات، فيما يخص الدواء ومزايدات، وكل دوله يعني على كل تتحاول تاخذ قرارات وبعد سميتو اللي كتخصها هي شخصيا. هذا 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 الملاحظ، يعني لم اتي بشيء جديد. اللي مهم هو انه كما قلت، ما بعد كورونا يجب، كورونا أعطتنا درس على أنه مثلا في المغرب يعني التضامن والتلاحم كان في أول في هذه المدة هذه. الآن فيما يخص ما بعد كورونا على الصعيد العالمي، أعتقد باش نمشي في ذاك المسائل اللي رمز لها الأستاذ عادل شريف ونتمنى أن يكون متفق معايا، فهنالك الآن يعني لوبي على الصعيد العالمي اللي هو المسؤول على هذه الأزمة هذه، لأنه كان الهدف دياله هو الأرباح الأرباح الأرباح. الآن خص يكون عنده ضمير ويحاول يعني الربح المعقول ما فيها بأس، ولكن الربح السريع بواحد الطريقة يعني غير سليمة يجب لإعادة النظر فيها. وهذا يعني
اش غادي نقول لك، شكون هي الدول اللي قادره على انه تحاور مع هذا اللوبي هذا اللي ولا مسيطر على الصعيد العالمي؟ على الرغم من انه استاذ الحسن ابراهيم، على الرغم من انه هذا اللوبي اللي حضرتك تتحدث عنه هو يحتاج الى سوق في هذه الدول الفقيره او مناطق الجنوب لنقل. بطبيعه الحال يعني فنحن هما احتياج مشترك. احنا هما المستهلكين، احنا هما اللي كنأديو، وبالتالي يمكن اذا على الصعيد العالمي ولا بد بعد كورونا تيخص المراجعه ديال واحد العدد ديال الضوابط الاقتصاديه الى اخره. وثانيا هذا مهم فيما يخص السلامه الاجتماعيه، فالان راه من بعد يعني في الشهور والسنوات القادمه راه غادي تكون واحد الازمه اجتماعيه مهمه الى ما كانش يعني التضامن واعاده النظر في واحد العدد ديال المسائل، لان النموذج يعني القديم يعني غير صالح تماما على جميع الجوانب، لا من الناحيه البيئيه ولا من الناحيه الاجتماعيه ولا من الناحيه الصحيه ولا هذا، يعني هذه وصلنا ليه، يعني وصلنا للاوج، فهمتي؟ الان تيخصنا حلول وتيخصنا قرارات جريئه، واللي الانسان ماشي كل واحد باغي يخرج رابح من اي عمليه يقوم بها، وهذا هو الخطير فيما يخص التدبير على الصعيد العالمي اللي ولينا تلاحظوا بصفه عامه. وبالتالي اعتقد على انه كورونا اعطتنا درس، فهمتي؟ كاين واحد العدد ديال الدول اللي خرجت به، يعني احسن حاجه خرجت به وهو انه بينات على انه متضامنه فيما بينها، والان طبيعه الحال على الجانب الاقتصادي والجانب الاجتماعي غادي تبان مشاكل، ومازال الان تيخص اعمال وتيخص ابتكارات وتيخص يعني تدبير الامور على المدى. وهناك من يرى سيدي الكريم انه لا مجال الا للتضامن للخلاص، ليس فقط من ازمه كورونا وانما من الكوارث، خاصه انه نسمع بين الفينه والاخرى انه هناك اوبئه ستظهر بين فتره وفتره ويجب علينا مواجهتها. عندما نتحدث عن تدبير الكوارث إن كانت الطبيعية أو البيئية أو ما يتعلق حتى بالأوبئة والأمراض التي نشهدها من حين لآخر، يعني هل يتعظ العالم الآن إلى ضرورة التفكير بما هو قادم، ليس فقط بخصوص أزمة كورونا وإنما ما يأتينا من كوارث أخرى؟ بطبيعه الحال فجميع يعني الكوارث اللي كنا كنعرفوا راه هي مازال على الطاوله، يعني فهمتي انت كتعرفي على انه يعني من الناحيه الصحيه كاينه واحد العدد ديال الامراض اللي مازال منتشره ويجب التصدي اليها بحزم، وهنالك الفيضانات اللي مازال يعني كتخلق واحد العدد، يعني كل ما له علاقه بالتدهور ديال 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 المناخ، انتم لاحظتوا على انه ولا كيجيب واحد الحده اللي ولا كيخلق غير في هاد الايام. هذا حنا لاحظنا على انه في اوروبا كانت هنالك امطار يعني اللي يعني ما عمرها ما عاشتها هذيك المناطق، وهذا عنده علاقه مباشره بالتطورات المناخيه اللي ولينا كنعرفوها في هذه السنوات الاخيره. وبالتالي هنالك الملفات يعني وعدد ديال الملفات راها مطروحه فيما يخص تدبير الكوارث الطبيعيه بطريقه عقلانيه وباعاده النظر فيها وهذا الاخير، وكي هو يعني التلوث البيئي والمحاربه ديال الارتفاع ديال سميتو الحراره، لانها هذا غادي يكون عنده اسباب وخيمه لا على الفلاحه ولا على الصحه ولا فيما يخص الوتيره ديال 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 الكوارث. عندي واحد النقطه تفضل. مهمه بغيت غير نشير لها للاخوان يمكن لهم يناقشوها ولا هذا، هو انه حتى النموذج يعني الاخير المعتمد ديال التطور ديال ديك العمراني ديال ديك المدن الكبرى تبين على انه الان ما بقيناش نقدروا نتحكموا فيها، على انك تعرفوا حتى لوث
اللي لا يمكن يعني تحكم فيه من الناحية الأمنية. لا المتحدة أيضا سيدي الكريم أشارت إلى هذه النقطة بأنه يجب أن يكون التعادل في الاهتمام بجميع المدن وليس مدن على حساب مدن أخرى. شكرا سيدي. أعود للأستاذ محمد إدير. يعني بالفعل حتى العمران الذي نشهده الآن كما ذكر الأستاذ الأحسن آية إبراهيم بأنه هو أيضا يؤثر على البيئة وضد البيئة ولا يناسب وطبيعة المدن التي يعيش فيها الناس. طبعا، ولكن يجب أن نعلم أنه لازم على المهندسين المعماريين والسياسات الدولية في هذا المنوال، في هذا المنوال في جهة العمران، يجب أن تأخذ بعين الاعتبار النصائح تاع الخبراء والجمعيات في المجال الزراعي مثلا لتهيئه الاماكن الخضراء لي زيسباس فير لتكوين الناس في الزراعه المنزليه، زراعه في العمارات وما شابه من الامثله، لكي نحافظ قدر الامكان على الهواء النقي في المدن، لأنه نقدر نبني عمارات و كومون دي سيتي، ولكن باحترام أدنى شروط البيئة. يجب أن نخصص المساحات الخضراء والمساحات اللي نقدر نروح إلى أبعد حد، مساحات صغيرة وين أهالي هذه الأحياء السكنية يقدروا يمارسوا الزراعة البيولوجية المنزلية، لأن ثقافة يجب أن ترسخ في أذهان الناس لكي نتفادى هذا التطور الرهيب في شتى الميادين، خاصة في الميدان العمراني. كلام مهم، شكرا أستاذ الكريم. أذهب للأستاذ عادل الشريف. سيد الكريم، تفعيل البعد الأخلاقي ممكن في ظل ما نعيشه الآن من جشع وأنانية يشهدها العالم، على الرغم من ما أتت به كورونا من تنبيهات وتحذيرات للعالم بأن يستيقظ؟ شكرا جزيلا. طبعا المسيرة البشرية سوف تحقق أهداف الاستدامة وتحقق ما يسمى أو الأمل المنتظر هو دولة العدل والمساواة في الأرض، لا شك في ذلك. التحدي هو في الوقت اللي نصل فيه إلى هذه المرحلة، وهذا الوقت لحد ما البشر يتحكمون فيه بقدر تفاعلهم. ولذلك باعتقادي أنه العلم الملهم بالإيمان، هذا العلم الملهم بالإيمان هو اللي راح يسرع وصولنا إلى هذا العصر المستدام أو عصر الاستدامة. وهذا طبعا كلما ازداد عدد العلماء المؤمنين، من أقول إنه عدد العلماء المؤمنين لأنه الدافع العلمي الآن خلال 50 سنة اللي فاتت أو أكثر تقريبا وظف العلم، استخدم كوسيلة للربح المادي وليس للمنفعة البشرية. طبعا في منفعة لكن الهدف الأساسي، فالعلماء الذين العلماء المؤمنين الذي العلم الذي يعتبر بالنسبة لهم هدف وليس وسيلة للكسب المادي أو للحصول على الوظيفة، هؤلاء سوف يجدون الحلول اللي تسرع وصولنا إلى هذا العصر أو تحقيق أهداف المستدامة وهذا العصر الذهبي اللي تنتظر البشرية. لأن المعرفة والمهارات البشرية وحدها لا يمكن أن تقود الإنسانية إلى حياة سعيدة وكريمة. إذن الجانب الأخلاقي جدا مهم. وطبعا أنا من أتكلم عن الإيمان ليس أتكلم بمعنى الدين التقليدي، وإنما أتكلم عن الإيمان بمعنى أنه الإيمان بوجود خالق، والإيمان والتصديق بأهمية الجانب الأخلاقي والجانب الإنساني، ونفس الوقت بأهمية الحقيقة العلمية اللي توضع لمنفعة بشرية وليس العكس من ذلك. طبعا كما ذكرت سابقا، الاستدامة أو عدم الاستدامة هو سبب الإسراف، والطمع هو سبب لفساد الأرض. والقرآن الكريم يقول في هذه الآية القرآن
ولا تطيعوا أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون. إذن القضية الإسراف نتيجة الفساد، فساد الأرض، وعدم إطاعتنا لأمر هؤلاء هو اللي راح يوفر الحل. ولذلك كما ذكرت سابقا، أفضل درس خرجنا فيه من تجربة كورونا أنه الدول والأفراد والجماعات يجب أن تعتمد على نفسها لإيجاد الحلول لتوفير حاجياتها الأساسية من الماء والغذاء والطاقة. نعم. تنتظر دول أخرى، هذا لن يحدث ولن يحدث لسبب بسيط جدا. لا ممكن، لا نتوقع أنه للإنسان السيء أن يسبح ملاكا في يوم ما أو في ليلة أها، ولا نتوقع كما قال غاندي، قال إنه لا شيء، there is not enough for greed. أتمنى أن تتغير الأمور لمصلحة الإنسانية سيد الكريم. شكرا لك الخبير في المياه والطاقة المتجددة البروفيسور عادل شريف للحديث، بقية أكيد كما، والشكر موصول لرئيس جمعية حماية البيئة لبني يزجن من الجزائر الأستاذ محمد إدير، والشكر أيضا للأستاذ الحسن آية إبراهيم الخبير في البيئة وتدبير الكوارث الطبيعية من الرباط. شكرا جزيلا لجميع ضيوفنا، شرفتونا اليوم، نلتقي أكيد في حصص قادمة بإذن الله. مشاهدينا أشكر حسن المتابعة، نحبكم بلا حدود، إلى اللقاء.